ينضم لنا الأستاذ جمال العقبي، أحد المكرمين. أمس هو رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية. أستاذ جمال، مساء الخير وأهلا بيك معانا، ومبروك على التكريم أمس. مساء الخير يا فندم، وكل سنة وانتم طيبين، وألف شكر يا فندم. وحضرتك طيب وبخير. خليني أعرف من حضرتك إزاي استقبلت خبر إن هيتم تكريمك من السيد الرئيس، وتابعت الفعاليات أمس إزاي؟ اتفضل. اولا انت معاك الاستاذ محمد وهاب الله، صح؟ صحيح. محمد وهاب الله، صحيح. معاك قيمه وقامه، معاك شخصيه نقابيه عالميه، معاك الاحترام والتقدير، معاك استاذ النقابيين في العالم، في الوطن العربي. الراجل ده هو النموذج مشرف لكل نقابيين مصر وعمال مصر. هو عاوز اقول لك ان هو اول ما اداني الخبر، محمد بيه وهاب الله اول ما اتكلمني، واول واحد اداني الخبر. استاذ جمال، حضرتك كنت متوقع هذا التكريم من قبل السيد الرئيس؟ بصراحه مش مضمونه قوي، ما كنتش متوقع قوي، ولكن كان محمد بيه وهاب الله المحترم هو اللي طيب. كان مطمني بعض الشيء. استاذ جمال، ما الذي قدمته في قطاع حضرتك او في قطاع عمل حضرتك عشان تحظى بهذا التكريم من وجهه نظرك؟ اتفضل. اولا انا بتكلم كنقابه عامه للبنوك. احنا مش بعتبر ان احنا نقابه عامه، احنا بنعتبر كتيبه النقابه العامه، والوسام اللي انا خدته دوت كل زمايلي يستحقوا الوسام وشاركوني فيه. احنا الحمد لله البنوك ما تاثرتش بالثورتين 25 و30، بل زادت ارباحهم لاضعاف. واحد الحمد لله انا خلصت. احنا موجود معانا سياده النائب محمد وهاب الله، وهو حابب ان هو يتواصل معاك. اتفضل يا سياده النائب. استاذ جمال، ازي حضرتك؟ والف مبروك، وانت من القيادات النقابيه بجد اللي تستاهل التكريم، انت وزملائك، وانتوا اثريتوا العمل النقابي، وانت احد رواد العمل النقابي، واحنا متابعينك. انت عارف احنا كاتحاد عمال، وحضرتك احد نائب رئيس اتحاد عمال مصر، لك دور متميز في هذا العمل وتستحق اكتر من كده. والله استاذ جمال بكلمك بجد، سواء على المستوى العمالي او سواء كعضو في البرلمان او عضو لجنه القوى العامله، فاحنا بنحييكم ونقول لك مبروك ودايما في تقدم ورقيه يا استاذ جمال. بشكرك استاذ جمال العقبي، شكرا جزيلا والف مبروك على التكريم.